هنكمل النهاردة يا أولاد، هنكمل ال layers of the atmosphere، واللي هي عندنا تاني طبقة عندنا اللي هي بتقولي إن أنا stratosphere، وال stratosphere دي secondary. سامعني عشان الخطوط الجديدة بتاعت الزوم ملخبطاني. ادي الستراتوسفير يا ولاد، انا طبعا اللوكيشن بتاع الستراتوسفير هقوله هو السكند لاير اوف اتموسفير، تمام. نيجي بعد كده هيجي يقول لي الستراتوسفير ده بسميها السكالد اوف بسميها الاوزون لاير، تمام. ليه بسميها الاوزون لاير يا ولاد؟ عشان بيبقى فيها طبقة الأوزون اللي هي بتتكون من O3، ودي اللي بتحمي بتعمل بروتكت للأرث من الألترا فايلوت. جميل يا شباب؟ بتقولي ايه يا ولاد؟ تمام. بس الصوت قفل فجأة. طيب انا وصلت لغاية فين؟ جينا بعد كده هنتكلم عن السكنس، تمام. فانا تاني الستراتوسفير دي ان هي سكند لاير، والسكند لاير بتاعها هي تاني طبقة بالنسبة لي، وقلت إن أنا بسميها أوزون لاير ليه؟ عشان بيبقى فيها الأوزون اللي هو O3، وعندنا طبقة الأوزون يا ولاد اللي هي اللاير أوزونز بتعمل إيه؟ قالت بتعمل لي بروتكتيف، ماشي، بتعمل لي بروتكتيف فروم UV اللي هو الألترا فايولوت رايز اللي بتبقى جاية من السن. وطبعا احنا كلنا سمعنا في الاواني الاخيره ان انا عندي حاجه اسمها البلاك هول، الثقب الاسود. البلاك هول دي طبقه الاوزون حصل لها هول، حصل لها خرم، فهو ده بنسميه البلاك هول. خلاص يا شباب، يبقى تاني الستراتوسفير اسمها اوزون لاير ليه؟ عشان بيبقى فيها الاوزون غاز اللي هو الاو 3 والاوزون لاير. طيب اللوكيشن بتاعها قلنا ان هي سكند لاير. طيب ايه الكاركترز بتاعتها بقى؟ قال لي اول حاجه الثكنس بتاعها، بيقول لي هي بعد ال 13، هي بعد ال13 بتوصل لغايه ال15. يعني ايه يا تيتشر؟ يعني انا ادي السي ليفل ده مستوى سطح البحر، تمام. قلنا ان اول 13 كيلو متر ده في مين؟ في التروبوسفير. بطلع لغايه 15 بيبقى عندي الطبقه الثانيه اللي هي الستراتو سفير. خلي بالكم البوينت دي، لو قال لي السكنس بتاع الستراتو سفير من السي ليفل فهي 15، السمك بتاعها من اول السي ليفل لغايه الستراتوسفير هي 15، اما الثكنس بتاع الستراتوسفير فقط هقول له 15 ماينس 13 ايكوال 37 كيلو متر، يبقى الثكنس بتاع الستراتوسفير 37 كيلو متر يا ولاد. تاني البوينت دي يا ولاد معايا يا شباب؟ انا عايزه افهمها تاني بس. تاني الستراتوسفير السكنس بتاعتها لغاية السي ليفل، يعني السي ليفل اهو اللي هو مستوى سطح البحر 15، ال 15 دول في منهم 13 خدتهم التروبو سفير، صح؟ والباقي تبع الستراتوسفير، يعني معنى كده ان الستراتوسفير 37. تاني يا شباب، تايمز طيب نيجي بعد كده، احنا خلصنا السكنس، قلنا السكنس بتاعت الستراتوسفير 37، وقلنا ان هي اسمها اوزون لاير، تمام. وعرفت ان انا ليه اوزون لاير؟ عشان فيها الاوزون جاز اللي هو الاو 3. نيجي بعد كده البريشر، بيقول ان البريشر بيفضل يعمل ديكريز اهو، اتموسفير بريشر از ديكريز وي جو اب انتل بيكم ملي بار ات اس بوينت، يعني 1 ملي بار اللي هو هيبقى بيساوي 0.0 01 بار. يبقى تاني البريشر في الستراتوسفير بيوصل ل 1 ملي بار،
طيب مين يفكرني البريشر كان في تروبوسفير كام يا بتول؟ عين كام يا بتول معلش؟ ميز هي اسمه ايه 100 ام بار اللي هي ايكوال 1 0.1 بار 0 بوينت بار. 0 بوينت بار يا ولاد كان فين؟ كان في التروبو اسفير. لو بصيت ان انا لما اطلع عند الستراتوسفير بلاقي ان هي برضو قلت. ليه؟ عشان انا خدت رول كده بيقول لي ان انا كل ما بعمل اب كل ما يحصل ديكريز للبريشر، لغايه ما بوصل فين؟ قال لي في الستراتوسفير هلاقي ان هو مش بقى 0.1، لا ده هيبقى 0.001 اللي هو 1 اوف 1000 تمام بار. يبقى احنا كده تمام. لو يا تيتشر لو قال لي ان الستراتوسفير بقت 1 بار، المفروض ان انا بيولوجيا كده اقول لك لا غلط. يبقى هنا احنا حسبنا البريشر غلط. ليه؟ عشان المفروض ان انا كل ما بعمل اب كل ما البريشر عندي هيقل. طيب نيجي للامبورتنت. انا دلوقتي قلت لكم الامبورتنت اساسا في الاول، قلت لكم ان الامبورتنت فيها ايه؟ قال لي فيها الاوزونز جاز اللي بيكون لي الاوزون لاير اللي بيعمل لي بروتكتيف من اليو في اللي هي الالترا فايلت. طب يا تيتشر هو الاوزونز جاز ده الثيكنس بتاعته قد ايه؟ قال لي هو بيبقى على ارتفاع، بيبقى على ارتفاع من 20 كيلو متر ل 40 كيلو متر above sea level من مستوى سطح البحر. تاني يا ولاد، يبقى الستراتوسفير فيها اوزونز جاز، ودي اللي بيديني الاهميه بتاعتها ان هي الاوزونز جاز دي بتعمل لي اوزون لاير وبتبقى على ارتفاع من 20 ل 40 كيلو متر above sea level. تاني اهميه ليها يا ولاد الاير موفمنت، حركه الاير موفمنت بتاعتها مهمه جدا عشان هي دي اللي بتساعدني ان انا اعمل فلايتنج، اطير بالايه؟ بالطياره. طيب ايه بقى الاير موفمنت؟ لو برضو افتكر التروبوسفير معايا، انا كل حاجه برجع لكم تاني عشان افتكر كله. التروبوسفير كنت بقول لكم ان الحركه بتاعتها فيرتيكال، يعني بتطلع وتنزل، في حاجه بتطلع وحاجه بتنزل. اما الاير موفمنت بتاعت الستراتوسفير قال لي لا، قال لي the lower parts of this layer doesn't contain cloud، الجزء اللي تحت منها ما فيهاش اي كلاود. جميل. And the air movement is horizontal. ال air movement في الطبقة دي horizontal يعني ماشي بالجنب. طب يا تيتشر لما انا ال air ماشي كده مش ده هيساعدني ان انا اقدر ان انا اطير بالطيارة اسهل ولا اطير في التروبوسفير اللي الهواء بتاعها طالع ونازل؟ مين يقول لي؟ دلوقتي انا قلت لكم ال air movement حركة الهواء، فقلت لكم ان حركة الهواء في التروبوسفير كانت vertical، اما الاير موفمنت بتاع الستراتوسفير بقى هوريزونتال يعني افقي يعني ماشي كده. مين فيهم اللي انا اقدر اطلع عنده بالطياره واسافر؟ يبقى سهل الطياره تمشي فين؟ في الهوريزونتال ولا في الفيرتيكال؟ في الهوريزونتال يعني في الطبقه دي اللي هي في الستراتوسفير. يبقى اول حاجه هيجي يقول لي جيف ريزونز ليه البايلوت او البلانس بتعمل فلاي ان ذا تروبوسفير. اول حاجه هقول له عشان الاير موفمنت بتاعها، الاير موفمنت بتاعها قد ايه يا تيتشر؟ اقول له ان الاير موفمنت بتاعها هوريزونتال، دي نمبر 1. نمبر 2 ان هي ما فيهاش اني كلاودز، ما فيهاش اي غيوم عشان تقدر تشوف بوضوح. طيب نيجي نشوف التمبريتشر. قال لي انا التمبريتشر لو انتوا خدت بالكم انا كنت ببتدي ادي اهو، ادي اول طبقه اللي هي التروبوسفير، انا فضلت التمبريتشر بتاعتي تقل لغايه ما توصل لماينس 60 ديجري سيلسيوس، يعني هنا ماينس 60 ديجري سيلسيوس. طيب الطبقه اللي فوقيها، ما هو دول فوق بعض يا اولاد الستراتوسفير. قال لي بقى لا يا تيتشر الستراتوسفير مختلفه تماما، انا كل ما هطلع في الستراتوسفير الديجري هتزيد. يبقى التمبريتشر، التمبريتشر انكريز اون ذا اب ان ذا ستراتوسفير، كل ما بطلع في الستراتوسفير كل ما التمبريتشر بتاعتي هتزيد. طيب هتزيد لغايه ما توصل في نهايه الستراتوسفير اللي انا بسميه ستراتو بوز اللي هو الخط الفاصل، هتوصل فيه لغايه زيرو زيرو ديجري سيلسيوس. كده معناها انها زادت ولا قلت يا ولاد؟ التمبريتشر كانت ماينس 60 وبعدين وصلت في نهايه الستراتوسفير بقت زيرو سليزيس، كده زادت ولا قلت؟ زادت زادت طبعا، عشان احنا عارفين ان اي ماينس بيبقى صغير جدا عن الرقم الصحيح.
طيب قال لي ليه؟ قال لي عشان ان انا كل ما هطلع لفوق هعمل ابزوربيشن لليو في راي اللي هو الالترا فايلوت اللي بيبقى جاي من الصن، اللي بيعمل لي مين الابزورب ده؟ قال لي ده الاوزون. يبقى هنا ان الاوزون لاير لما بيجي بيعمل ابزورب لليو في ماشي اللي هو الالترا فايلوت ده، هيخلي التمبريتشر بتاعتي انكريز في الستراتوسفير. تاني يا ولاد اعمل لكم ملخص بقى للكلام ده كله، بس انا عايز اعمل الملخص على هيئة كومبير ما بين الحاجتين، ما بين اهم نغير بس اللون، ما بين التروبو، تروبو بقى سفير، يعني انا هكتب تروبو بس الاختصار ماشي، وهنا الستراتو. طيب لو هاجي اتكلم عن الساكنس انتوا اللي هتقولوا لي بقى، يلا يا ملك قولي لي الساكنس بتاع التروبو كان كام؟ ملك نعم الساكنس بتاع التروبوسفير كان كام؟ ايه يا مس، صوت حضرتك عمال يقطع. الساكنس بتاع التروبوسفير كان كام؟ كان 13 كيلومتر. برافو. طيب والساكنس بتاع الستراتوسفير اللي احنا لسه قايلينه كان كام؟ كان 13 كيلومتر برضه. 37. الستراتوسفير اللي احنا لسه انا واخدينه عملت نص تمام 37 كيلومتر. تمام يلا يا دارين قولي لي البريشر، البريشر كان في التروبوسفير كام يا دارين؟ او دارين المايك عندها معلق. طيب يلا يا آية نعم يا مس. البريشر كان في تروبوسفير كام؟ 100 ملي بار. 100 ملي بار. طيب وفي الستراتوسفير؟ 1 ملي بار. 1 ملي بار. تمام. طب يلا يا بتول اتكلمي لي عن الاير موفمنت، كان في التروبوسفير شكله عامل ازاي الاير موفمنت؟ الارموفمنت يا مس، ايوه الاير موفمنت اللي هو is vertical. برافو، كان في التروبوسفير فيرتيكال، اما في الستراتوسفير كان horizontal. هورزونتال. تمام. طيب نيجي لاخر حاجه، يلا يا تيم قول لي التمبريتشر بتاعتي كانت كام في التروبوسفير؟ temperature of the troposphere كانت اللي هو minus 60 above the tropopause. برافو، minus 60 above the tropopause. طيب وفي الستراتوسفير؟ زيرو. زيرو، بتوصل لغاية زيرو. وبرضه لازم أقول إن هي في in the end of the stratosphere. طيب نيجي بعد كده، يلا يا آدم نعم يعني كان عندي اتنين أهمية، اتنين important للتروبوسفير، كان إيه هما؟ من ايه هو الاكتشاف علي صوتك بس عشان اسمع. الامبورتانس بتاع الميكروسكوب بتاعت التروبوسفير كان الاول ويزر فينومينا ريبريزنتينج التروبوسفير التروبوسفير لير اوف ماجيك ايرث سيمبلستون. برافو عليك، برافو عليك يا ادم. مين اللي لسه ما جاوبش يا ولاد عشان يقول لي الامبورتنت بتاعت الستراتوسفير؟ كلنا جاوبنا، يعني اقول انا الامبورتنت بتاع الستراتوسفير. الستراتوسفير ليها تو امبورتنت برضو يا ولاد، اول امبورتنت اللي بيبقى فيها الاير فلاينج تمام، تاني امبورتنت فيها ودي الاهم اللي بيبقى فيها الاوزون لاير اللي بيعمل بروتكت من الالترا فايولت راي اللي بتبقى جايه من الصن. خلاص يا شباب. طيب نيجي نخش بقى على اللايرز اللي بعد كده. خلي بالك يا اولاد ان انا في كل اللايرز لازم اقول نفس الكلام، بشرح نفس الحاجه، بقول اللوكيشن موقعها، الساكنس بتاعها، البريشر، التمبريتشر، الاير موفمنت، كل الكلام ده عشان بعد كده هنعمل كومبير ما بين الفور لاير، ما بين الاربع طبقات. هقوم عامله لك كومبير دلوقتي.
ثواني، في حد بعت لي مسج او لا؟ خلاص. طيب تاني لاير يا ولاد عندي اللي هي الميزوسفير. الميزوسفير ده من غير ما انا اقول اللوكيشن بتاعها، عايز حد يقول لي هو ايه اللوكيشن بتاعها، مكانها الطبقة الكام؟ الثيرد لاير. الثرو لاير. يبقى انا بالترتيب كده اخدت الترو، اخدت الترو سفير، ودي كانت الفورست، وبعدين الستراتو سفير، وبعدين الميزوسفير. فطبيعي ان اللوكيشن بتاعها يبقى الشورت. طيب نيجي نخش في الساكنس بقى. قال لي الساكنس بتاع الميزوسفير بيبقى من، انا طبعا وصلت للستراتوسفير كانت لغايه فين؟ لغايه 50. قلت لما انا طلعت الميزوسفير لقيت ان بقى عندي 85، يعني الساكنس بتاع الميزوسفير 85 ماينس 50 اللي هي 35 كيلو متر. يبقى تاني الساكنس بتاع الميزوسفير 35، وكان الساكنس بتاع الستراتوسفير 37، فاكرين؟ طيب طيب نيجي بعد كده نتكلم عن البريشر. بيقول لي ان البريشر اتموسفير ديكريز وي جو اب. دايما احنا في الثري لاير لغايه دلوقتي بقول لكم ان انا كل ما بطلع لفوق كل ما البريشر عندي هيقل. فهنا بيقول لي ان البريشر هيقل لغايه ما يوصل ل 0.01 ملي بار at the top. جميل. طيب ايه اهميه الميزوسفير؟ قال لي الميزوسفير دي بتعمل بروتكت للارض from glacial rocks اللي هو الشهب والنيازك والكلام ده كله، فهي بتحميني من ال glacial rocks masses that enter the atmosphere involved of the earth. طيب ليه يا تيتشر؟ قال لي عشان هي اول ما ال crystal rocks بتبدأ تتعرض للميزوسفير دي، قال لي بتعمل بول، بتتحرق، يا اما بتتحرق كومبليتلي لو كانت الماس بتاعتها كبيره، سوري لو الماس بتاعتها صغيره بتتحرق كومبليتلي، بتتحرق كلها، يا اما بيتحرق منها جزء كبير لو كان الماس بتاعها كبير. عشان كده بقول ان الميزوسفير لاير از ماتش فاكيوم هاير، يعني دي اكبر حجم. طيب يا تيتشر اكبر حجم ازاي بقى؟ هقول لكم دلوقتي، انا لو اتكلمت عند اول طبقه اهي، ادي التروب. خلاص يا ولاد عرفت ان التروب اسمها تروبوسفير، مش ضروري ان انا كل شويه اقول، ودي الستراتو، وبعدين طلعت فوق لقيت ان دي ميزو. طيب نيجي نشوف سكنس كل واحده. قال لي والله ده السكنس بتاع التروبوسفير لو انتوا فاكرين كان 13 كيلو متر، طلعت عند الستراتو كانت 37 كيلو متر، طلعت عند الميزوسفير لقيت انها بقت 35 كيلو متر. فالسكنس بتاعها او الفوليوم بتاعها حجمها بيبقى كبير. طيب ليه تنشر حجمها بيبقى كبير؟ قال عشان بيكوزس كونتين ليميتد اماونت اوف ذا هيليوم، بيبقى فيها جزء من الهيليوم والهيدروجين، تمام؟ فده اللي بيزود لي الفوليوم بتاعها اللي ناتج من ان انا بحترق الحاجه. فليه حجمها هنا زاد او ليه الميزوسفير زاد؟ هقول له عشان بيبقى فيها الهاليوم. بيبقى فيها الهاليوم وبيبقى فيها الهيدروجين جاز اونلي اللي بيكون خارج من البورن بتاع الروكس. طيب طيب نيجي بعد كده. يبقى انا خلاص اتكلمت عن الساكنس، اتكلمت عن التمبريتشر، قلت ان التمبريتشر فيها 0.0 ملي بار اهو، 0.01 ملي بار. جميل. نيجي نتكلم عن البريشر. بيقول ان الميزوسفير تعتبر كولدست لاير، ابرد طبقه عندنا هي طبقه الميزوسفير. ليه يا تيتشر؟ قال عشان التمبريتشر بتاعتي كل ما هطلع لفوق كل ما التمبريتشر هتقل لغايه ما بوصل لماينس 90 ديجري سيلسيوس اون ذا توب. خلاص يا شباب البوينت دي؟ تمام. تاني الميزوستير السكنس بتاعها 35، ودي تعتبر من الفوليوم اللي اكبر لايرز عندي من حيث الفوليوم. ليه؟ عشان هي بتعمل بيبقى عندها الهيليوم والنيتروجين الفولف جاز. طيب نيجي عند التمبريتشر، قلنا ان هي ماينس 19 والبريشر بيبقى 0.01 ملي بار. الميزوستير بتبقى شبه التروبوسفير في ايه يا اولاد؟
فين الاثنين كل ما بطلع لفوق كل ما التمبريتشر بيقل، بس هنا في التروبوسفير قل لغايه ما وصل لماينس 60 تمام. اما في الميزوسفير كان من زيرو، لو انتوا فاكرين كان من زيرو تمبريتشر اللي هو كان في نهايه الستراتوسفير، بيفضل يقل لغايه ما يوصل لماينس 90 ديجري سيلسيوس. خلاص يا شباب تمام. تمام، نخش على اللايرز اللي بعدها اللي هي اخر لاير عندي، اسمها ايه بقى؟ الموسفير ثيرموسفير. احنا قلنا مين كولدست لاير، مين ابرد طبقه؟ الميزوسفير اللي انا لسه قايلاها صح؟ تمام. مين بقى الثيرموسفير؟ قالي من اسمها ثيرمو معناها حراره، يعني دي هتبقى اكتر لايرز عندي عندها هيت، عندها حراره، عندها سان لايت. فبيقول لي تيجي بقى واحده واحده كده نتكلم عن ليه سميتها ثيرموسفير. هقول له عشان دي هوتست لاير، ما هي ثيرمو معناها حراره، دي اكتر طبقه فيها حراره يا ولاد. طيب اللوكيشن بتاعها ايه؟ هقول له اتس ذا فورث لاير اوف ذا اتموسفير. تمام. الثيكنس بتاعها يا ولاد بيقول لي ان انا باخد من، لو انتوا فاكرين ان انا كنت في الميزوسفير لغايه 85، اهو الميزوسفير كانت نهايه كانت لغايه 85، جينا بعد كده طلعت لغايه الثيرموسفير هلاقي ان البريشر سوري الساكنس بتاعها وصل لغايه 675. يعني ايه؟ يعني السمك بتاعها لوحدها بتاع الثيرموس، فين القلم؟ بتاع الثيرموسفير 50 90 كيلو متر، ده الثيكنس بتاع مين؟ الثيرموسفير. فتعتبر دي اكتر الطبقات ثيكنس واكتر اللايرز عندي فيها هيت. طب التمبريتشر بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ قال لي التمبريتشر انكريز ات ذا هاي ريت، بيفضل يزيد لغايه ما بيوصل، لغايه ما بيوصل لغايه 1200 ديجري سيلسيوس اند ذا اند اوف ذس لاير. يبقى تاني اللايرز بتاعت الثيرموسفير اللي سميتها ثيرموسفير بيكوز ذا هوت لاير، السكنس بتاعها قد ايه؟ عباره عن 59 كيلو متر، سوري 590 كيلو متر، التمبريتشر 1200 ديجري سيلسيوس. فهنا بيقول لي ان الابر بارت اوف ذا ثيرموسفير لاير از كالد از ايونوسفير، يعني الطبقه اللي فوق الثيرموسفير او تعتبر الجزء اللي فوق الثيرموسفير بسميه ايونوسفير. احنا عارفين يا اولاد ايون يعني جاي من ايه؟ ايونوسفير جاي منين؟ من الايونات صح؟ من البوزيتيف والنيجاتيف. طيب هنا بيقول لي ان طبقه الايونوسفير دي بقول له اتس ذا لاير كونتينز تشارج ايون، فيها تشارج ايون يعني فيها ايون بوزيتيف وايون نيجاتيف. ليه؟ قال لي عشان الطبقه دي بتكون على بعد 700 من السي ليفل، والطبقه دي اللي احنا بنحط فيها حاجه مهمه جدا الستلايت بتاعنا بنحط فيها تمام، الوايرز كومبينيشن كوميونيكيشن سواء بقى انترنت سواء اتصالات سواء ستلايت اقمار صناعيه، كل ده بحطها في طبقه الايونوسفير فوق اللي هي تعتبر اخر طبقه. ليه؟ عشان دي بتعمل ريفليكت للراديو ويف ترانسميت باي ذا راديو ستيشن اند ذا كوميونيكيشن سنتر، عشان دي هتعكس لي الموجات اللي جايه من الراديو، موجات الراديو تمام، وهتعكس لي كمان الاتصالات بتاعتي سواء اللي هي شبكات الموبايل او كل ده. تاني يا ولاد تاني عشان ما نتلخبطش، انا لغايه دلوقتي اخدت كام لاير؟ اخدت لغايه دلوقتي 4 لاير. ايه هما؟ لو جينا بصينا عند الرسمه دي اهو، الـ4 لاير بتوعي تروبوسفير ستراتوسفير ميزوسفير ثيرموسفير تمام. التروبوسفير، التروبوسفير قلنا ان الثيكنس بتاعها 13، الستراتوسفير 37، الميزوسفير 35، اما الثيرموسفير 590 تمام. جينا اتكلمنا عن البريشر، اتكلمنا عن التمبريتشر، اتكلمنا عن الامبورتانت بتاعتهم، وكانت الامبورتانت بتاعت الثيرمو سفير ايه؟ اهميه الثيرمو سفير ان هي كان بيبقى فيها الايون سفير. طيب عندي حاجة مهمة بقى اسمها فان الين بيلت. يعني ايه فان الين بيلت بقى؟ قال لي فان الين بيلت دي بقى عبارة عن حزام ملون زي اللي احنا شايفين يا اولاد الصورة اللي قدامنا دي. بيقول لي there are two magnetic belts surrounding the ionosphere. احنا عارفين ان الايونوسفير ده قلت لكم ان هو بيبقى بوزيتيف ونيجاتيف صح؟
بيبقى فيه ايونات، فبيبقى ايونات مختلفة. والله ادي الايونز البوزيتيف وادي الايونز النيجاتيف، فبيعمل لي ما بينهم الرايز او الاشعه اللي بتبقى خارجه مثلا من البوزيتيف راحه للنيجاتيف او العكس، فبتعمل لي على هيئه حزام بسميه فان الين بيج. فده بيبقى جاي منين؟ قال لي بيبقى جاي من فرق الماجنتيك فيلد سراوندنج ذا ايون، فرق المغناطيس ما بين الاثنين ايون. طيب ايه اهميه الفان الين بيج ده يا ولاد؟ بيقول لي ذيس بيلز بلاي امبورتنت رول ان سكارنج اوف هارمال تشارجر كوزماتيك راديشن. يعني ده بيقدر ان هو يحميني من الكوزماتيك راديشن او الراديشن المضر، وبيعمله اواي فار ذا ايرث وذا كوزز اورنا فينومينا. طيب ايه الاورنا فينومينا ده يا اولاد؟ قال لي الاورنا فينومينا دي بتبقى عباره عن ظاهره بتظهر بوضوح جدا وبتبقى ملونه، تمام، وبتشوفها في الجنوب والشمال من الارث، وبتبقى عباره عن ان اي راديو او اي اشعه ضاره الفان إيلن بيلت ده بيقوم بعيدها عن الأرث في على هيئة الشكل الملون اللي قدامنا ده. أهو سامعين أكبرها لكم. آدي الأورونا فينومينا، وآدي اللي فوق السكريتنج إزاي بيبعد الهارمفول التشارج، وآدي الصورة الأولانية هو الفان إيلن بيلت. طيب نيجي عند آخر حاجة بقى عندي يا أولاد، بيقول لي الإكسوسفير. الإكسوسفير دي بتبقى منطقة، يبقى ريجن سويتش اتموسفير انفولف انر اوتر موست، بتبقى اخر منطقه وبتبقى في السبيس، تمام. اهميتها بيقول لي ان الساتلايت الاقمار الصناعيه فلوتد ان ذا اكسوسفير، بتبقى موجوده في الاكسوسفير، وده اللي بيعمل لي ترانسميت للويذر كونديشن والتي في بروجرام اللي هو الموجات بتاعت التلفزيون والساتلايت وكل ده، تمام يا شباب. تمام. طيب الزوم لو فصل يبقى حد يبعت لي لينك. تمام بس حاضر. يبقى انا النهارده خلصت اللاير بتاعت الاتموسفير، وبعد اللاير بتاعت الاتموسفير اللي هو التروبوسفير الستراتوسفير الميزوسفير الثيرموسفير، لقيت ان عندي اخر الثيرموسفير في طبقه اسمها ايونوسفير، والطبقه بتاعت الايونوسفير دي فيها فان الين بيلز، والفان الين بيلز بيعمل حاجه اسمها ارورا فينومينا. تاني يا ولاد، يبقى اخر الطبقه بتاعت الثيرموسفير فيها ايه؟ فيها طبقه الايونوسفير، وطبقه الايونوسفير دي فيها حاجه مهمه اللي هي الفان الين بيلز، والفان الين بيلز ده بيعمل لي الارورا فينومينا اللي هو ظاهرة الارورا اللي بيبعد لي اي هارمفول راديشن. ونيجي بعد كده لاخر حاجة عندنا اللي هو الاكسوسفير، ده المكان اللي بحط فيه الساتلايت.